تفتكر لو عايش حياتك كلها تصطاد تعابين غصب عنك هتبقى مبسوط؟ ممكن ترفض تكمل الشغلانة دي، بس هل هتبطل تعملها لو الشغلانة دي هي اللي متوقف عليها مصير الحرب بين البشر والشياطين؟ شكلك كده ما فهمتش انا قصدي ايه، علشان كده لازم تتفرج على فيلم وايت سنيك، واحد من افلام الفانتازيا اللي صدرت سنة 2019، وبيبدأ ببلانكا اللي بتقولك ان كل حاجة في حياتها كانت بتقودها للي هيحصل في الفيلم ده، وانها عمرها ما افتكرت ان كل ده هيحصل. وبعدين بنشوفها مع اختها في البحيرة، واختها بتقول لها مالك بقالك فترة مش تمام، قالت لها والله ما اعرف يا فيرتا بس انا بشوف الحلم ده بقالي كتير وبقيت احس اني قريبة قوي من الخلود في الكام سنة الاخيرة دي. وبعدين فيرتا بتقول لها واحنا كلنا حاسين بده وعايزينك علشان كده تاخدي المشبك بتاع الشعر ده، الملكة بعتهولك وبتقولك انها واثقة فيكي علشان تخلصي الحرب دي كلها. وبعدين بنعرف ان البنتين دول من التعابين الشيطانية وانهم في حرب مع الامبراطور، والامبراطور عارف انهم عندهم قوة الخلود وعلشان كده بيحاول يهاجمهم بكل الطرق ويقتلهم او ياخدهم عنده يمتص قوتهم. راحت بلانكا في مهمة قتل الامبراطور بس لقيت نفسها في كمين من الوزير بتاعه، هو اقل قوة من الامبراطور وبيحاول يخليه يوصل لسر الخلود، وفضلت طاقته تحاول تقتلها وهي بتدافع عن نفسها باستخدام مشبك الشعر السحري، وفي الاخر راح مطيرها بره الخيمة ووقعت في البحر قبل ما يمسكوها. وبعدين بتصحى مفزوعة من نومها وبتراقب المكان بحذر وبتلاقي واحدة ست بره وبتحاول تستخبى منها، بس الست بتتحرك عادي وبتقول لها ايه ده انت صحيتي؟ بلانكا قالت لها انا فين وانت مين؟ قالت لها انا الحاجه، قولي لي يا حاجه ودي قريه صيادين التعابين، كلنا ناس غلابه هنا وبنصطاد التعابين علشان نديها للامبراطور ويدونا اكلنا ويسيبونا في حنا، وباينين البيوت بالشكل اللي انت شايفاه ده علشان الغابه حوالينا مليانه وحوش وتعابين وشياطين، عايشين في امان الله الرجاله بتخرج تصطاد وبعدين بيرجعوا ويدخلوا ونقفل الباب وراهم، ورجاله الامبراطور يجوا ياخدوا التعابين اللي بنصطادها. وبعدين بتقول لها طب انا جيت هنا ازاي؟ انا مش فاكره اي حاجه. قالت لها الشواني اللي جابك وانقذك. بعدين بنشوف الصيادين وهم راجعين، وبتوع البوابه بيقول ان الشوان كالعاده جاي في الاخر، وبنشوف كلب نط على البوابه وبعدها الشوان ظهر ونزل بشكل مضحك ووقع، وقام وقعد يقول يعني لازم نصطاد تعابين بدل ما ندفع ضرايب، انا زهقت ما تشغلوني دكتور عادي يا جدعان زي ما انا عايز. وبعدين بياخد باله من البنت ويقول لها ايه ده انت فوقتي كويس والله. وبعدين بلانكا بيشوف صناديق التعابين وبتركز فيها وبتلاقي انها فاهمه لغه التعابين والتعابين بتستغيث بيها، وبتقول لها الحقونا هياكلونا يا جماعه، وبتتوتر وبتخاف وبتجري، والحاجه بتقول للشوان ما تقلقش هي شكلها لسه مش فاكره حاجه وعندها صدمه، وبيقول لها خلاص ما تخافيش تعالى اوديكي مكان ما لقيتك يا ستي. لما مشيت معاه قالت له هو انتوا بتصطادوا التعابين ليه؟ قال لها والله العيشه كل يوم بتبقى اوسخ وبياخدوا مننا ضرايب كتير، بس الامبراطور قال لنا لو اصطادنا تعابين كتير ليه مش هندفع ضرايب، فصيد التعابين بالنسبه لينا احسن من الشغل لان الشغل مع زياده الضرايب هيزيد، هي شغلانه خطيره بس احسن من التانية. وبعدين الكلب بتاعه بيقع وبيتخض بس بيتفاجئ ببلانكا طارت وراه وجابته، وقال لها بنت اللذينه انت ليكي في السحر؟ قالت له شويه يعني. وبعدين راحوا جنب بيته وبتقول له ايه الكوخ ده؟ قال لها ده بيتي بعمل فيه كل حاجه، بذاكر فيه وبعمل شمسيات زي دي وبعمل فيه كل حاجه بحبها، ولقيتك على الصخره اللي جنبه دي كمان، ولما بصت هناك افتكرت الزعيمه بتاعتهم وهي بتقول لها نفذي اللي اتطلب منك مهما كان الثمن حتى لو ده هيكلفك حياتك. وبعدين بتقول للشوان هو لو في حد بيعمل حاجه غصب عنه المفروض يعمل ايه؟ قال لها كلنا كده للاسف بس هي دي الحياه عامه، هنعمل ايه؟ ربنا يعيننا ويقوينا. وبعدين برضو شافت ذكرياتها دي ماليها، والمره دي الشوان حاول يفوقها بس طيرته بايديها بعيد ووقع بشمسيته، بس الحمد لله لحقته وما بقاش مصدق انه بيطير، وراح مقرب منها وشددها تطير معاه وسط المدينه، وكانت خايفه منه في الاول بس عرفت انه طيب وبيلعب معاها. وبعدين في النص في تعبان على الشجره شافهم وحاول يهاجمهم في نص طيارته وبيختل توازنهم وبيقعوا، بس شوان لحق نفسه وحط مشبك الشعر في الحيطه ومسكه وقال لها هو ايه المشبك ده؟ ده جامد جدا. قالت له مالكش دعوه بيه، امسك كويس بس وانت ساكت لا توقع. واول ما لمست المشبك اترفعت لفوق وراحت توقع من على الصخره، وراح شوان ساحب الشمسيه ونط تحت وراها ووقع على شجره وبعدين لمس الارض، ولما قرب شويه لقى حراس الامبراطور بيقربوا منها وبيقولوا ان هي دي اللي بيدوروا عليها من امبارح ولسه هيقتلوها، راح ضاربهم هما الاثنين والحمد لله عدت وفقدوا الوعي، وراح واخدها وماشي وبيقول ان المشبك السحري ده اكيد وراه اي حاجه هتفهمهم اللي بيحصل ده كله، وطالما هو سحري يبقى اكيد هنلاقي ليه اي تفسير في محل ادوات السحر، ومين عارف ممكن يكون اصلا من صناعه المحل ده ونعرف عنه تفاصيل اكتر. وقرروا وجهتهم الجايه المحل ده. وبعدين بيشوفوا رجاله الامبراطور جايين مع الوزير ناحيه باب القريه، وبنشوف الوزير داخل على بطه بس ليها ثلاث رؤوس، والثلاث رؤوس هم رؤوس ابو وردان، المهم انه معاه كائن غريب امره، وبيقول لهم الامبراطور ممكن في اي لحظه يستغنى عن القريه دي وانتم
انتوا عارفين ده معناه ايه. انا دلوقتي عايز اعرف ايه حكايه الشمسيه دي علشان صاحبتها هربت من الامبراطور. قالوا له ما نعرفش، كلهم سكتوا. راح الكائن اللي معاه صحه الطفل من اهله قال لهم لو مش عايزين تقولوا براحتكم، بس هنصفيكم واحد ورا الثاني وهنبدا بالطفل ده. قالوا لهم خلاص خلاص كفايه، اذا شفناها من شويه مشوا. قالوا لهم خلاص خدوا الطفل. وبعدين الوزير بيقول لي كل الجنود يفتشوا القريه على البنت والشوان ده. وبعدين بننتقل للمكان اللي بيجمع فيه الشياطين والتعبين، وبيتكلموا بيقولوا ان التعبانه البيضاء خاينه، والملكه بتقول لهم اصبروا بلاش نسبق الاحداث ونشوف ان الدرج بتاعنا عمل ايه. وبنعرف ان التعبان اللي هجم عليهم لما كانوا بيطيروا ده جاسوس للشيطان، وبيقول لهم انه شاف التعبانه البيضاء مع بشري، وقال لهم مش اي بشري ده صياد تعبين. وغير كده بقى يا جماعه شكلهم بيحبوا بعض بصراحه، وانا كلهم اعترضوا. واللي قال لك احنا قلنا كده من الاول يا جماعه، وقلنا ان المهمه دي حساسه ومحتاجه حد قوي وعنده انتماء كبير. وان ظهرت فيرتا وقالت لها لا مش خيانه يا ملكه، قالت لها ما كلنا عارفين علاقتك بيها، دي اختك وبتطبل لها. قالت لهم انتوا لو مش مصدقين انها مش خاينه انا اضمنها، وخدوا عليا مواثيق العهد. وكلهم اندهشوا، وبنعرف ان مواثيق العهد دي حاجات بتتزرع جوه الشياطين، لو ما نفذش المطلوب منه بتقتله. والملكه بتقول لها معاكي 3 ايام ترجعي التعبانه البيضاء هنا، ولو ما عرفتيش تعملي كده للاسف انا حتى مش هقدر اساعدك. وبعدين بننتقل تاني للقريه، والوزير بيقول للصيادين فيها ان اللي هربانه دي شيطانه وتعبانه متنكره، ولو اي حد لقاها قبل الامبراطور ده معناه انه هيلاقي قوه كبيره، وفي الوقت ده الامبراطور هيبيد القريه دي باللي فيها. وبعدين بنشوف بلانكا مع شوان في النهر وهم هربانين، وبيقول لها مالك خايفه كده ليه، تعالى غني لك طيب. وبيفضل يغني كتير قوي وهي مبسوطه لحد ما خلص، وقال لها هي حفظيها عامه براحتك، لسه معانا وقت لحد ما نوصل وهكررها لحد ما تحفظيها. وبعدين بيقول لها انت شاكه انك شيطانه طيب مش انسانه، بس ما اظنش انك شيطانه لان الشياطين بياكلوا البشر، والكلب ده بيخاف منهم هو كمان وبيحس بيهم. انت عارفه الكلب ده لو بيتكلم كنا هنبقى احلى اصحاب والله. وبعدين بتستخدم سحرها وتخليه يتكلم، وهو بيلعب مع الكلب لقاه بيتكلم، وقال له يا عم لا ده انت بتاكلني بس. والكلب هنا اتخض لما عرف انه يقدر يتكلم بلغه البشر. وبعدين النهر بيتحرك جامد بينهم، وشوان بيقول لهم خلي بالكم وامسكوا كويس، انا مش فاهم النهر بيتحرك بسرعه كده ليه. وراح سواق المركب واقع في النهر، وبعدين الميه بقت عاليه من وراهم، وقدامهم الدنيا هديت تاني، وبقى متحصرين ما بين جبلين ميه، وفي النص الدنيا هاديه وقدامهم مركب تاني. وبعدين بنكتشف انه تعبان من تعبين ملكه الشياطين، وجاي يقتل بلانكا ويرجعها هي والمشبك اللي في راسها، وبيتحول لتعبان وخلاص كان هيبدا يقتلهم، وبيبدا بشوان، بس بنتفاجئ ببلانكا وهي بتتحول لتعبان ضخم وبتقتله. وبعد ما بتقتله بتفقد الوعي، والكلب والشوان كانوا مردودين منها انها طلعت شيطانه. وبعدين بياخدوها في مكان يستخبوا ويقضوا الليل فيه، وبتكون بردانه جدا لدرجه انها بتجمد الارض والمكان من حواليها. وبعدين بيقرب منها شوان ويحضنها لان النار اللي جنبيها مش مدفياها، والكلب بيقول له اصل فودي شيطانه مش هينفع نقرب منها تاكلنا، بس شوان ما سمعوش وفضل حاضنها، والكلب علشان يتدفى اضطر ينام جنبه. وبعدين الصبح صحيت مخضوضه ولقيت نفسها في حضن شوان، وقالت للكلب هو ماسكني كده ليه، هو متحرش. قال لا لا ده لاقيكي بردانه ومجمده الدنيا حواليكي، راح حضنك علشان ما تموتيش ويدفيكي. وبعدين خرجت بره، ولما صحي شوان خرج وراها وقال لها هدي على فكره ما تزعليش انك طلعتي شيطانه، مش كل الناس وحشه، يعني مثلا اظن انكم بتبصوا لينا بنظره مش حلوه برضو. قالت له في الحقيقه بس انت كويس، يعني مش كل الناس وحشه وبعدين بيتمشوا في المدينه في طريقهم للمحل بتاع الادوات السحريه، وبتلاقي فقراء كتير في المدينه، وبتقول له ده في ناس حالها يصعب على الكافر. قال لها ده كده، والمدينه دي من احسن المدن، خلي بالك. المشكله ان ما حدش هنا ليه ذنب في حاجه. الامبراطور بيتخانق مع الشياطين، والغلابه اللي في النص هم اللي بيلبسوها. وبعدين بيوصلوا المحل اخيرا، ويلاقوا واحده نصها بشري ونصها ثعلب فوق سلم، وتحته 2 اقزام. وبلانكا بتقول له انا حاسه اني جيت هنا قبل كده. الثعلبه قالت لها حصل انت جيتي هنا قبل كده، وقالت لهم انه بالرغم من كون الواد ده بشري بس هي شم ريحه شياطين مش عارفه جايه منين. وبعدين قالوا لها احنا جايين لك بخصوص مشبك الشعر ده، ايه اللي تعرفيه عنه؟ قالت لهم اعرف كتير قوي، مشبك الشعر ده جت البنت دي وطلبت عليه تعديلات، وهو اصلا وظيفته الاساسيه انه لما تحارب بيه انه ياخد قوه اللي بتواجهه ويديها ليه. قال لها حلو، عايزين نعرف طيب اصل المشبك او اي معلومات ثانيه عنه، تعرفي تفيدينا بقى؟ قالت له طبعا يا ابني، هو انا اي حد ولا ايه؟ وخلت صناديق المحل السحريه تجيب لها الحاجات اللي ليها علاقه بالمشبك ده، وبتديهم ورقه شجر ضخمه، وبتقول لهم دي ليها علاقه بصاحبه المشبك الاصلي، ده كل اللي اقدر اقدمه ليكم. قالوا لها تسلمي، وبيخرجوا علشان خلاص بداوا يترعبوا من الاجواء حواليهم والقزمين اللي شكلهم غريب دول. وبعدين بياخدوا مصباح سحري معاهم الغابه ويتحركوا، بس المصباح بيجري فجاه منهم وبيخاف، والكلب كمان بيحس ان في حاجه غلط بتحصل. وفجاه بنشوف واحده واقفه قدامه،
وبنشوفها شالت الغطا، وبلانكا بتقول شكلها مش غريب، والست الغريبة دي بتقول لها بلانكا اخبارك ايه؟ واول ما بتلمس ايديها وتسمع اسمها بتفتكر حاجات كتير، وبلانكا بتقول لها انت فيرتا، انا افتكرت كل حاجة لما قلتي اسمي ولمستي. وبعدين بتحضنها وبيقعدوا يتكلموا، وفيرتا بتفهم بلانكا ان الامبراطور بيستخدم السحر الاسود علشان ياخد جوهر الخلود من الشياطين وبياخدوه من صيادين التعبين، وانت الملكة بعتتك علشان تقتلي الراجل ده، بس انت ما رجعتيش بسرعة وشكينا انك خاينة. وبتبص هنا للشوان، وبلانكا بتقول لها ده شوان ساعدني لما قمت فاقدة الذاكرة، قالت لها اه بس مش عاجبني ولا مرتاحة لي، وشدته وحطته في الهواء. وبلانكا قالت لها بقول لك ايه، سيبي شوان في حاله، راح سايباه يقع ونزلوا له. وفيرتا قالت لها انا مش مرتاحة ليه وعايزة اقتله، قالت لها بقول لك ايه لمي نفسك وسيبيه، انا مش هقتله، ده انقذني وساعدني كتير وانا بثق فيه. وهربوا منها ودخلوا معبد جنبهم، وهي ما عرفتش تدخل وراهم، وبيلاقوا ان المعبد ده فيه هياكل تعابين ضخمه وهياكل تعابين متسلسله وحاجات كتير غريبه، وبيقول لها معرفش والله ده ايه بس شكلها انفاق قديمه يعني. وبعدين بيتفاجئوا ان المعبد ده فيه تعويذه وهتقتلهم، بس شوان كان عارف التعويذه دي لانها بتتحكي في الاساطير، وكان فيه مهرب منها لانهم بيكونوا ابواب حواليه، وكل باب فيهم بيودي لطريقه هلاك معينه، بس في باب منهم اسمه باب الحياه هو اللي بيخرجهم، وهو استخدم القصه اللي حافظها وقدر يوصل لباب الحياه وخرجوا منه. وبعدين لو نفسهم في اوضه ثانيه فيها ذهب ومحطوط عليه تعويذه برضه، بس ما عملتش فيهم حاجه يعني، وراح يدور على باب يخرجوا منه. ولما رجع بلانكا قالت له معقول هنخرج بالسرعه دي؟ قال لها امال نعمل ايه؟ قالت له الفيلم نضيف قوي، قال لما في مشهد نجس ولا بوسه ولا اي حاجه. قال لها اه ما انت شيطانه وانا انسان، وبعدين ده فيلم كرتون. قالت له يا عم تعالى بس ما فيش حاجه تمنع والله. وبعد ما بيخلصوا نجاسه بيروحوا علشان يخرجوا، وبيكون فيرتا مستنياهم بره ومعاها الكلب واخداه رهينه لحد ما يرجعوا. وبعدين بلانكا بيشوف نظره اختها ليها وبتبص ليه وتقول له بقول لك ايه يا ابن الحلال، احنا سكتنا مش زي بعض، انت راجل انسان وانا شيطانه. اختها قالت له اهو يلا بقى طرينا. قال لها لا والنبي عيش معاكي واعمل لك اي حاجه تحلمي بيها. قالت له يا ابني خلاص بقى ما تقطعش قلبي. وبعدين مشي الاختين، وفيرتا بتقول لاختها انت عملت الصح، خلي بالك هو بيحبك دلوقتي علشان احنا في شكلنا الحلو والهيئه البشريه، لكن تفتكري انه غير كده ممكن يحبنا؟ وبعدين احنا ما قدمناش كتير. ونبلانكا بتاخد بالها من النار اللي في جسم اختها وبتقول لها ايه ده؟ قالت لها دي مواثيق العهد الملك رميتهم جوايا علشان اجيبك، انا قلت لهم انك ما كنتناش، والتمن كان اني اثبت ده وابقى ضمن ده، وخليتهم يستخدموها. قالت لها يخرب بيتك ما انت كده هتموتي. قالت لها مش هموت لو مشيتي معايا ورحنا نفذنا المهمه بتاعتنا وقتلنا الامبراطور، وغير كده بقى تسيبك من الحب والهبل ده زي ما انا عملت زمان، وقلت اني اركز في حياتي وانتمائي لعالم الشياطين. وبعدين بننتقل بعدها لمحل ادوات السحر، والشوان راح على هناك. وقال لها بقول لك ايه يا وليه تعالى بنتي، انا عايزك تحوليني لشيطان علشان ابقى واحد من عالم الشياطين. قالت له ايه يا عم حيلك حيلك، انت فاكرها سهله كده؟ خلي بالك علشان انا كنت زيك بشريه كده، بس للاسف بقى حد غواني وبقيت شيطانه. اللي مكانك ده عنده كذا ميزه خلي بالك، يعني مثلا انت عايش في امان الله لوحدك وفي سلام، لكن لما تتحول لشيطان اول حاجه هناخد منك جوهر روحك علشان تبقى خالق، وغير كده اول ما نعمل كده هتتحول لاضعف واحد في الشياطين واصغرهم، وده هيخلي كل الشياطين اللي في العالم بتاعنا تطردك وتحاول تقتلك. قال لها شوفي انا مش هغير رايي مهما حصل يلا. قالت له خلاص خليك فاكر، يلا يا رجاله امسكوه وكتفوه. وبتظهر جنازير سحريه بتمسكه وتشده، ويبدا جوهر روحه يطلع وهو بيتالم بشده، وكل ده الكلب بتاعه واقف بيراقب ومرعوب، لحد ما الست قالت له هو بس فاضل حاجه واحده، محتاجين نروح لكائن تاني علشان تندمج معاك. وهنا بيبصوا للكلب اللي بيقعد يصرخ، بس بيروحوا شادينه ومستخدمينه. وبعدين بنشوف وزير الامبراطور وهو جاي ومعاه جنود بالكوم والكائن الغريب اللي بيركبه، ودخل على الاختين المبنى اللي مستخبيين فيه، وبيقول لهم يا اهلا بيكم. الامبراطور لما عرف انكم هنا قرر يجي بنفسه، قلت له انكم في قريه الصيادين وشويه وهيوصل هناك، بس حبيت انا اجي قبله واسخن الدنيا ويمكن اقتلكم، اصل انتم مش عارفين الواحده فيكم بتوفر علينا 10,000 تعبان. وبعدين ايه المشبك اللي في ايدك ده؟ هو ده اللي جاي تقتلي بيه الامبراطور؟ عيب والله، ده الواحد قدر يغلبك وهو قوته ما تجيش حاجه جنب الامبراطور. راحت فيرتا قالت له اه بس مش هتقدر علينا احنا الاثنين، ودخلوا في معركه قويه معاه. وبعدين في وسط المعركه راحت فيرتا شايله الغطا اللي على وشه، وقالت له معقول وزير وشكلك بشع كده؟ وانا اقول عملت كسر في المكان اللي حوالينا ليه؟ اتاريك مش بتكسر المكان، بتكسر التماثيل علشان شكلها احلى منك. وان هو كان خلاص اتعصب وجاب اخره منهم وقرر يستخدم قدراته، وبيطير حاجات ذهبيه كانت فوق جسمه كده، وبتعرف ان كل واحده فيهم بتطلع حبل لو لمسوا الشياطين هيتعوروا ومش بعيد يموتوا. وفضل وراهم بالحبال دي وعمال يرميهم بالحبال دي، بس فضلوا يهربوا منه. وعملوا اغبى حركه قرروا يعملوها في الغناءه كلها، وطلعوا في السطح، والسطح عندهم كان مربع زي ما انت شايف. هو استغل الكلام ده كله وراح اطلق الحبال بتاعته على اطراف السطح كله، واتكونت وعملت شكل
الشبكة وفضلوا محبوسين جواها ومش عارفين يخرجوا. علشان يقيدهم اكتر راح اطلق شوية حبال وثبتهم خالص مكانهم وقال لهم والله الموضوع بسيط، ما اعرفش الامبراطور مكبر الموضوع ليه، وعمال يقول انكم مهمين وهيجي بنفسه وبتاع باقل مجهود ثبتكم. بعدين بنتفاجئ ان بلانكا بتستخدم المشبك بتاعها وبتسحب قوة الوزير ليها. وبعدين بنشوف الكلب بيحاول يفوق شوان في الغابة، ولما بيفوق بيقول له الحمد لله انك كويس يا معلم، وبيقعد يرقص ويلف حواليه. وبعدين شوان بيقول له ايه ده، هو ديلك فين؟ وان الكلب بيقعد يدور على ديلو بيصرخ انه مش موجود. وبعدين بنعرف ان ديلو مع شوان، وبيقول له خلاص يا عم مش مهم طالما ما راحش لحد غريب. وشوان بيحس انه بيتحرك احسن واقوى بكتير، وبيصارد قوته الجديده قدام الكلب بتاعه وبيقول له بص يا ابني بقيت بتحرك اسرع بكتير. الكلب قال له ماشي يا رجل انا مش عارف اجريك شني بقى وانت بتجري طالما بقيت اقوى. قال له تعالى وشالوا راحوا مكان ما كانوا موجودين مع البنتين، وبيلاقوا المكان متدمر بالكامل وكله نار وخراب. وبيشوف المدينه من بعيد فيها دخان وبيروحوا على هناك، وبيلاقوا الناس كلها هناك مذعوره وبتجري من الرعب، وبيقولوا ان الشياطين جايه وبيجري شوان في نفس الوقت في الاتجاه اللي هم جايين منه. وبيتفاجئ قدامه بتعبان ابيض ضخم جدا، والتعبان اول ما بيشوفه بيتنح فيه شويه وبيمشي وبيقعد ينده ويقول يا بلانكا بس ما حدش بيعبر. وبيلاقي فيرتا ظهرت وبتقول له ايه الحلاوه دي، انت بقيت شيطان زينا؟ جدع والله، بس والله يا ابني ده كله ملوش لازمه برضه. ايه رايك في بلانكا دلوقتي؟ مش قلت لك انت مش هينفع تبقى معانا؟ انت حبيتها في شكلها الادمي، بس لما تتحول لصورتها الشيطانيه الكامله زي دلوقتي مش هتعرف تبص لها حتى. وبعدين بنشوف جيش الامبراطور وهو جاي بكل قوته ناحيه قريه صيادين التعبير. وبعدها بننتقل لعالم الشياطين، وان درج بتاعهم بيقول لهم خلوا بالكم ان الامبراطور جاي بكل جيشه هنا، شكله عارف اننا هنا واكيد في حد قال له، ويمكن يكون بلانكا واختها هم اللي عرفوه كل ده والجواسيس عنده. عامه احنا دلوقتي خلاص مش هينفع نستخبى تاني، والحرب البارده اللي بينا لازم تبقى سخنه، وهنهاجم بكل سفنا ان شاء الله. عايزاكم تخشوا القريه تقتلوا كل اللي قاعدين فيها وتقتلوا اي ساحر وتجيبوا عليها وطيها. وبعدين بنشوف شوان وهو واخد كلبه وبيجري ناحيه القريه، وعمته العجوزه بتقول له بركه انك بخير، قلقت عليك ليكون رجاله الوزير عملوا فيك حاجه. قال لهم مش وقت سلامات يا جماعه، لازم كلكم تجروا وتبعدوا من هنا علشان في افعى ضخمه جايه وكلنا هنموت لو ما اتحركناش، وهنخش في حرب احنا ملناش دخل فيها. بس ما سموش كلامه، وبنتفاجئ بالامبراطور وصل وكتفه بورق ذهبي زي اللي كان مع الوزير، وبيقول له انا سمعتك بتقول ان في افعى كبيره جايه من هنا. قال له امبراطور انت دورك تحفظ السلام وتحافظ علينا وعلى جيشك، مش تقوم الحرب، لازم نلم الدنيا، سيبوني وانا هنقذكم. قال له ماشي كده كده انت شيطان، انقذتنا خير وبركه، موتوك في 60 داهيه. وسابوه فعلا جري على هناك ووقف قدام بلانكا وهي جايه، وهي عرفته وما رضيتش تقتله، وقال لها تقف لان ملهاش لازمه الحرب، وقال لها تعالي نهرب من كل ده ونعيش بعيد عن كل حروب الامبراطور والتعبين والشياطين والهيصه دي. وبعدين كانت هتكمل مشي في طريقها، بس حاول يوقفها ويعمل رؤيتها للطريق، وقف قدامها يكمل اقناع فيها. وهما بيتكلموا فجاه بتظهر حاجه غريبه زي كلبشات ضخمه بتوقعها وتقع فوقيها، وبعدين فيرتا بتشوفها وتصرخ علشان شايف اختها بيحاولوا يقتلوها قدامها. وبعدين بنشوف الامبراطور جه وقال للواد شوان انت رجوله، من غيرك ما كنتش هعرف انهم جايين هنا، وجبت معايا السلاح ده، والسلاح ده بيحلل روح الشياطين وجسمهم تماما، وما بيعرفوش يرجعوا تاني بعد ما يموتهم. وفي نص استمتاعه بانتصاره ظهرت الملكه وبدات تضرب فيه وتحاربه هي ورجالتها، وقعوا السلاح بتاعه، بلانكا اتحررت وحاربت مع الشياطين لحد ما ربنا كرمهم كلهم وقتلوا الامبراطور خالص. وان راحت فيرتا للملكه وقالت لها اخيرا النهارده قتلنا واحد من اقوى اعدائنا يا ملكه. قالت لها انت هتعمليهم عليا يا بت ولا انت واختك؟ احنا بعتينكم تقتلوا الامبراطور مش تسرقوا قوه حد تاني، واختك تبقى اقوى كده، ده انا هطلع عين ابوكم. وامرت رجالتها يقتلوا فيرتا، وراحت هي بنفسها تقتل بلانكا، بس بلانكا كانت قويه جدا، وعلشان كده الملكه قالت انها لازم تاخد كل حاجه، وعلشان هي الملكه فهي اللي معاها الروح بتاعت الشياطين وتقدر تتحكم فيه. واستحضرت الروح دي وخدت الطاقه من كل الشياطين اللي حواليها وقتلتهم علشان تقدر تفوز على بلانكا، وفعلا كانت خلاص بتقتل في بلانكا وقربت تموتها. بس شوان كان شايف كل ده وعلشان هو ضعيف ما تدخلش، بس شغل تاني سلاح الامبراطور اللي شل حركتهم كلهم وانقذ بلانكا من الموت على ايد الملكه. وبعدين السلاح بيبدا يموت كل اللي موجودين في الساحه، وعلشان الملكه هي الاقوى والاضخم بدا بيها وروحها وجسمها بداوا يتحللوا. وهنا المشكله انهم شغلوا السلاح وخلصوا من الملكه، بس مش عارفين يوقفوه علشان ينقذوا نفسهم من السلاح قبل ما يحلل روحهم واجسادهم هم كمان. وبعدين شوان بيقول لها ما تلاقيش المزارعين والصيادين في القريه هيساعدونا، وهنا الكلب وعمه شوان كانت بتقول له للصيادين ان شوان طول عمره واحد منهم وقلبوا عليهم، حتى لو تحولوا بقى شيطان هو لسه شوان، وكلهم يتحركوا علشان يوقعوا السلاح ومفعوله يقف. بس برضه شوان كان خلاص بدات روحه تتجمد وتتسحب وجسمه يتحلل قدام بلانكا اللي
التجت للهيئة بتاعتها وكانت بتعيط عليه وحاولت تلحقه بالمشبك بتاعها وتلحق روحه من انها تتحلل، وعلى الاقل لو مش هيفضل روحه تقدر ترجع في اي جسم تاني. وبعد ما كل القصة دي بتخلص فيرتا بتقول لها خلاص بقى يا اختي وحيد الله ما كناش هنعرف نعمل له حاجة تاني. قالت لها عارفة بس انا بقالي 500 سنة مستنية حب بجد، اول ما يجي يمشي بسرعة كده وبعدين بيقابله روح شوان في شخص تاني بالصدفة بعد كده في المستقبل، بس ما بيعرفوش ان هو ده شوان ولا هو كمان بيعرفه. وبيكون في مشهد في النهاية وصاحبة محل اسلحة الشياطين وادواتهم بيتكلم وحش ضخم في النار وبتقول له لقيت لك اللي طلبته، ما بنعرفش ده شيطان جديد ولا ده الامبراطور او الوزير، وبيحاولوا يرجعوا وينتقموا. وبس كده بيكون فيلمنا خلص النهاردة، اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا، ما تبخلش انها باللايك تشجيعا لينا علشان نستمر ونقدم لكم الافضل دايما. ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصل لك فيديوهاتنا اول باول، واستنونا في افلام كتيرة جاية قريب، واشوفكم على خير ومع السلامة.